السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم مع فيديو جديد. أنا محمد عليوة، سعيد جدا بوجودي معاكم. في الفيديو بتاع النهاردة هنتعلم مع بعض حاجة ممكن يكون أغلبنا يعرفها، سهلة جدا ولكنها مفيدة جدا وليها كتير من المميزات. تسجيل الدخول من الشاشة لحساب يوتيوب تحديدا، كان النهاردة بيتكلم عن يوتيوب في الشاشة. هل أنا مع تشغيل اليوتيوب قادر إن أنا اشتغل على اليوتيوب بس بدون اي شيء، يعني مجرد ان انا ادخل اليوتيوب واشتغل عليه على طول بدون اي شيء، ولا انا محتاج ان انا اسجل الدخول؟ هل تسجيل الدخول ده هيفيدني اثناء التصفح على يوتيوب والاستمتاع بيه، ولا خطوة من ضمن خطوات كتيرة ملهاش اي 60 لازمة؟ ده اللي هنتعلمه مع بعض في الفيديو بتاع النهاردة. طبعا انت تسجيلك للدخول على منصة يوتيوب اثناء تصفحك على الشاشة السمارت تحديدا هيوفر عليك كتير جدا من القنوات اللي انت مش محتاج تشوفها. هيظهر لك القنوات اللي انت مشترك فيها زي قناتي مثلا كده، وكمان هتظهر لك الحاجات اللي انت بتتابعها، الحلقات اللي بينزل منها، الحاجات اللي انت عامل لها اشعارات. مش بس كده، هنشوف كمان كتير من المميزات لو انت بتتابع فيديو معين وما كملتوش على الموبايل الخاص بيك من نفس الحساب اللي انت مسجل بيه على الشاشة، هتقدر ان انت تدخل على الحساب. طيب هتسجل ازاي على حساب يوتيوب على الشاشة؟ هل هتسجل بالطريقة التقليدية ولا هتسجل بطريقة تانية؟ ده اللي برضه هنشوفه مع بعض من خلال الفيديو البسيط ده، وان شاء الله هيقدم لك معلومات قيمة جدا وهيفيدك بصورة كبيرة. يلا بينا ننتقل للشرح على الشاشة عشان تكون الصورة اوضح. ولكن قبل اي شيء عليك ان تخبط لايك وسبسكرايب وتشير الفيديو عشان نوصل لخمسين الف مشترك في اسرع وقت ممكن. يلا بينا يلا بينا. لو جينا دلوقتي بقى بصينا على الشاشة عشان نبدأ ان احنا نسجلها ونشوف اللي هيحصل عليها، هنلاقي في عندنا خيار فوق هنا كده اللي هو الحسابات او تسجيل الدخول. تسجيل الدخول ليه خيارين. الخيار الاول انك تسجل بالجيميل، تكون حافظ الباسورد والايميل وتبدأ انك تدخلهم. لو الباسورد والايميل نفس اللي موجودين على الموبايل هيجي لك رسالة تأكيد على الموبايل، ودي الطريقة التقليدية اللي كلنا نعرفها. واعتقد ان الطريقة دي سهلة جدا. لو انت هتدخل هنا كده تسجيل الدخول، هتعمل تسجيل الدخول على التلفزيون. انت كده بتسجل حسابك مش على متجر بس او مش على يوتيوب بس، لا انت بتسجل تسجيل دخول عموما على اكونت جوجل. فلو انت حافظ الاكونت وحافظ الباسورد وهتجيلك رسالة التأكيد على الموبايل وتعمل تأكيد، هتدخل بياناتك كلها من هنا. ولكن في الطريقة الاسهل بكتير، وهي تسجيل الدخول من الموبايل الخاص بيك، وهي تسجيل الدخول باستخدام الهاتف. هتفعل الخيار ده وبعد كده هتفتح يوتيوب من التليفون الخاص بيك. مجرد ما تفتح يوتيوب هتلاقي فيه اشعار جاي لك على الهاتف الخاص بيك. طبعا الطريقة الاولى تصلح تماما انك تسجل بيها الدخول بدون اي مشاكل. هنا هنفتح يوتيوب. اول ما تفتح على يوتيوب هيجي لك اشعار ان انت تسمح بمتابعة تسجيل الدخول. هنا خلاص تم تسجيل الدخول. بمجرد الضغط على شفنا المتابعة اللي ضغطنا عليها مرة واحدة، هيبدأ الحساب ان هو يربط معاك بشكل مباشر. هتلاقي بعد كده تطبيق يوتيوب اون تي في بيقول لك ان هو هيسمح له بالوصول. هتدوس على سماح. اول ما تدوس على سماح هتلاقي تم عملية الربط مباشرة، وهتلاقي الحاجات اللي انت بتتابعها موجودة على الشاشة. وهنا بقى تقدر تستمتع بكل الحاجات والبرامج اللي انت تابعتها، الفيديوهات اللي انت شاهدتها قبل كده، الحاجات اللي تقدر تستمتع بيها، الفيديوهات اللي انت ممكن حبيت انك تشاهدها اكتر من مرة. لو ضغطت هنا كده هتلاقي القنوات اللي انت بتتابعها واللي انت بتشوف فيديوهاتها. ولو جيت هنا كده فيديوهاتي، الفيديوهات اللي انت شفتها قبل كده، الفيديوهات الخاصة اللي انت دايما بتستمتع بمشاهدتها، هتلاقي كل قوائم التشغيل. وناهيك كمان ان انت لو رجعت لورا خطوتين وبدأت انك تشوف يوتيوب بشكل عام، هتلاقي يوتيوب يختلف تماما عن يوتيوب العادي. هتلاقي يوتيوب بيقدم اللي انت بتحبه واللي انت بتدور عليه، الحاجات اللي انت بتسمعها واللي انت بتتابعها هتلاقيها هي اللي ظاهرة قدامك. هتلاقي تم فلترة كل الحاجات اللي انت عايزها بطريقة سهلة جدا وسلسة. لو قفلنا يوتيوب دلوقتي وعملنا خروج من يوتيوب، يمكن انا الموضوع كان معقد معايا شويه لان انا بزيد من الامان الخاص بقناتي. لو جينا هنا كده وضغطنا على زرار 2 اللي احنا مثبتين عليه يوتيوب في البدء السريع، هتلاقي عندك هنا من يشاهد المحتوى. عايز تضيف محمد عليه وهل تتفرج بالاكونت الخاص بيا، ولا هتضيف حساب تاني؟ لو ضغطت عليه كده هتتفرج وانت مسجل الدخول، وتقدر انك تستمتع بقى وتشوف وتعمل عملية تسجيل. وطبعا تقدر انك تخرج الحساب ده من الامان الخاص بالهاتف بتاعك، تدخل على الاعدادات ومن الاعدادات على الامان،
الامان خاص بجوجل وتبدا تعمل اخراج للحساب لو انت مش عايز حسابك يظهر هنا، او الحاجات اللي انت بتشاهدها، او لو انت حابب تكمل هتلاقي كل اللي انت اتفرجت عليه واستمتعت بيه بطريقه سهله جدا وسجلت الدخول بدون الحاجه على حفظ الباسورد وكلمه السر الخاصه بالجيميل. اتمنى تكون المعلومه وصلت بطريقه سهله وبسيطه. دلوقتي وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا ليكم، انا محمد، دمتم في رعايه الله.